تعقد اليوم بالعاصمة البريطانية لندن قمة عالمية يبحث فيها خبراء الصحة حول العالم آليات مكافحة مرض الملاريا. وقد قال خبراء الصحة إنه يجب على الدول اتخاذ خطوات جادة لمنع انتشار الملاريا، حيث أشاروا إلى أن الجهود الجديدة في تعزيز التمويل لمكافحة هذا المرض تمنع ظهور 350 مليون إصابة جديدة، بالإضافة إلى إنقاذ حياة 650 ألف شخص في دول الكومنولث. وأضاف الخبراء أن استمرار المرض يرجع لأسباب عدة، من بينها نقل هذا المرض عن طريق الحشرات، بالإضافة إلى ركود التمويل العالمي لمكافحة الملاريا منذ عام 2010. وقد تعهد بعض المشاركين في القمة بتقديم 2,700,000,000 جنيه استرليني، أي ما يعادل 3,800,000,000 دولار، لتطوير الأبحاث الطبية ولتحسين الوصول إلى سبل الوقاية من الملاريا وعلاجها.